السلام عليكم شباب. قبل بداية المقطع حابب أشكركم على 800 مشترك، يعني الصراحة الدعم اللي عم بيصير في آخر فترة كثير، وعشان ما صار ليش أسبوع أسبوعين شكركم على 500 مشترك. يعني بالنسبة ليوتيوبر هيك من صغير مثل يعني من 500 إلى 800 بسرعة، هذا إشي أسطوري زي أبو فلة من 5 مليون إلى 7 مليون. وكمان في قناة صاحبي إتس رايوك، طلبت منكم هذيك اليوم انه تشتركوا فيها. ليه؟ يعني نشرت له قناته بس ولا اجا مشتركين. يعني انزلوا بتلاقوا الرابط تبعتها في الوصف تحت الفيديو، او اشتركوا فيها وصلوا 400 مشترك. وبس يلا نكمل مع الفيديو. السلام عليكم شباب. قبل ما نبلش في المقطع حابب اسألكم شو رايكم في الاستوديو الجديد تبعي. واو، في هنا بلبل اللي فتحته قبل كم يوم، وهنا كل هاي البلاوي اللي فتحتها قبلكو على الشاشة. هيك هذا هو الاستوديو. ان شاء الله عجبكم قولوا لي اذا بدكم اخليه ولا ارجع لكيف كنت اسوي قبل. يعني انه ما كنتش احط اشي هنا، بس اخلي هاي وبس. انا برايي اخلي هيك كراتين البلابل، اخليها نستفيد منها احسن ما تطلع حطينا بالخزانة هيك. بس يلا نكمل. السلام عليكم شباب. فيديو اليوم هو عبارة عن القطعة اللي اجت في الانمي لبلبل فرست يوراينس. هاي القطعة اللي اسا انتو شايفينها اللي اجت مع البلبل بالاصل، هي بالاصل اجت في المانجا. اسا راح احط لها القطع اللي اجت معها في الانمي. هي القطع يعني اجت مع بلبل شو كان اسمه فايرنت لوسيفر، اللي هي الشاسيز والدرايفر بس. اما ما باقي كله لاير من لاير والشيب هون كله بس من بلبل فيرست يوراينس. واسه اقول لكم شو بدنا نسوي. يلي بحضر يوتيوبرز اجانب من بي باتل رح يعرف انه هني قصوا هاي الاشياء الزهرية هون، قصوها. بس انا بديش اقصها، راح افكها. هي القطعة اللي اجت بالانمي، مش اللي اجت بالمانجا، مش هاي الشاسيز. شاسيز واحد ديفنس او واحد دفاع اللي اجت مع بلبل وحش الظلام جزء السوبر كينج. اسا راح افك هاي الزهرية بدل ما اقصها. راح افكها واعطي هاي الشاسز لهذا البلبل ونشوف كيف بيجي شكله. واسا بدي افكها قدامكم. بالاول راح افك هذا البلبل من قيم الشاسز تبعته، من قيم الديسك والدرايفر والشاسز كلها بنحطهم على جنب، وهاي اللاير بنخليها بس هون. وراح اجيب هاي البلبل بنفكه، بدناش نحتاج منه غير الشاسيز والدرايفر بنحطه على جنب، نحتاج ناخذ الدرايفر تبعه الاصلي. اسا راح افك هذول البراغي وبعدين نفك الشاسيز كله. يا فكيت البراغي اسا، خلينا ننزلهم كلهم هون. يا اسا فكينا البراغي كله، هاي هي البراغي. راح احطهم على جنب عشان ولا يضيعوا، عشان كثير صغار، مع انه عندي منهم احتياط، بس منشيلهم على جنب بنخليهم هذوك. هاي فكينا الشاسس وكل اشي. اسا راح نقيم الحديد اللي فوق، راح نقيمها. يا هاي قطعة المطاط، اللي بتيجي هذول الزهريات اللي بيطلعوا. شرحت لكم كل اشي عنها في المقطع تبع قبل كم يوم في الفتح. هاي من قيمة بدناش اياها. اسا في بظل عنا هذول، هاي اللي راح تضرب فيها البلابل
وهاي من فوق عشان يتركب. هذا الديسك، هذا هو الديسك بيجي في قلبه، تقدر تقيموه. هاي اقيمه عشان اوريك عليه. هذا هو الديسك، هذا هو كل اشي. خليني اسا ارجعه ونركبه بالشاسيز. بنركب هذول الثنتين، هذول الاربعة اللي هون، نحطهم على هذول الاربعة اللي هون، نحطهم ها. هي اسا تركب اسا هاي الشاسيز، هي الشاسيز الاصلية اللي اجت في الانمي مش بالمانجا. بالمانجا زي ما قلت لكم اجت معاه هذول الاشياء، اما بدل هاي الشاسيز واحد استمنا اجت واحد ديفنس. اسا راح اركب البراغي وبعدين نركب البلبل ونجربه. وزي ما انتم شايفين ركبت البراغي وهيك صار شكل الشاسيز. بعد ما فكيت المطاط منه صارت زي اللي بالانمي بالضبط بس بدون مطاط. خلينا اسا نركبه. التيث ورجيتكم اياها في فيديو الفتح تبع بلبل فايرنت لوسيفر، بتلاقوه اخر قبل بتلاقوه في القناة. فوتوا على القناة بتلاقوا الفتح فيه. التيث ضعيف زي ما قلت لكم، ضعيف بس يابسي. اسمعوا، ضعيف بس يابسي. اسا راح نجربه بالحلبي وراح نجربه ضد بلبلين وبس. يلا نكمل. وهذا هو البلبل مع ورجيتكم اياه اسا هيك اوضح مع ضي اوضح ضي فلاش كثير حلو. واسا راح نجربه ضد بلبلين، اسا بشوف شو هني ومن باري. واول بلبل راح نجربه ضده شجاع الجي تي النسخة السوداء. ويلا نكمل، وكمان بجهاز الاطلاق السوبر كينج. يلا نكمل، يلا 3 2 1 جو جو. وواحد صفر لبلبل فيرست يوراينس قطع المانجا. يلا على الجولة اللي بعدها، الجولة اللي بعدها. يلا 3 2 1 جو. وطلع لبرا وكان في التيث ثالث، يعني كان بعد له كليكتين وبتفكفك. هو الكليك الأخيرة أضعف، عشان هيك يعني ممكن لو صمد شوي شجاع كان صار فيه بيرس. يلا على البلبل اللي بعده، أو بسوي لكم أخرى جولة، هيك أخرى جولة إضافية. إسا الجولة الإضافية ل 3 2 1 جو. جوش بنلزو هيك شوي عشان. وفاز بلبل الشجاع اسا على البلبل اللي بعده. والبلبل اللي بعده هو اباكليبس. يلا على الثلاث جولات، الجولة الاولى يلا 3 2 1 وفاز بلبل فيرست يوراينس. يلا على الجولة اللي بعدها، والجولة اللي بعدها يلا 3 2 1 جو جو. يلا 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 وواحد واحد للبلبلين. يلا على الجولة اللي بعدها واخر جولة يلا 3 2 1 جو. ضربات قوية بس ما حداش عم بتأثر. وفاز بلبل برايم ابوكاليبس. اسا عشانكو الدعم الصوري صار في اخر الاشي، راح اسوي لكم اخر بلبل. يلا نكمل.
واخر بلبل عندنا اليوم هو فايرنت لوسيفر، اما في قاعده وديسك وشاسيس بلبل هذا البلبل فيرست يورايس. يلا نكمل الجوله الاولى، يلا 3 2 1 جو. ها ايش فيه بيرست؟ مع انه تاخرت شوي بالاطلاق، بس اول ما نزل بيرست ايش فيه، راح احطلك فيها بسلو موشن البنكي بتكون اللقطة منيحة. يلا على الجولة اللي بعدها والجولة الثانية. يلا 3 2 1 جو جو. يلا هل ممكن يصير في بيرست؟ ما صارش في بيرست، بس فاز بلبل فايرنت لوسيفر. يلا على الجولة الأخيرة والجولة الأخيرة، يلا 3 2 1 جو. يلا وفاز بلبل فايرنت لوسيفر وبس. وان شاء الله عجبتكم الحلقه، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتنشر المقطع لكل اصحابكم اللي بحبوا باتل بيرست، وقولوا لي اذا بدكم اخلي هذا الاستوديو، مع انه عارف اجابتكم انه تكون طبعا خليه، عشان هذا احلى من انه نشوف هاي الكرسي زي البقره بس لونه احمر. وبس يلا مع السلامة يا حمامي.